حسابك 9:30 أستاذي. تفضل. شكرا. يا رب ما يسأل، يا رب ما يسأل، يا رب ما يسأل، يا رب ما يسأل. لو سمحت سأل. تفضل أستاذي، باقي لي نص. أوه صحيح النص، فيك تأخذ أي شيء بنص أستاذي؟ لا شكرا، وأنا مستعجل شوي، فلو بتعطيني النص وأمشي لو سمحت. اسمع مني أستاذي، مكعب هالماجي بنص. شو بدي بالماجي؟ لو سمحت عطيني النص وخليني أمشي. طب شو رأيك تتبرع؟ لك يا يا ابني، عطيني النص خليني أتيسر. أستاذي يعني كله نص؟ إذا كله نص عطيني إياه وخلصني. طب أنا آسف، خلص. تفضل. شكرا. قديشنا الحساب؟ 55. حساب معي لك. هي 60، بس هي 5 مو 60. لا هي بس الفكرة كمالة لل 55. تعرف رياضيات؟ ها ماشي، شوف آخرة النصب. وهي 80، هي 20. يا ابني انت مين درسك رياضيات؟ انا بدرس محاسبة لو سمحت. محاسبة قلت لي. كم مادة حامل هذا الفصل؟ كل المواد. ما علينا، هلا حتفهم. هي 100. لك هي 20 كيف 100؟ يعطيك العافية، ممكن تحاسبني على هي؟ اكيد، يا اهلا وسهلا فيك استاذي. هي 2.5 استاذي. تفضل. هي 5. استاذي بتحب تتبرع بالباقي؟ ايه متبرع، ليش لا؟ لا لمين بالضبط؟ استاذي لحماية الدبب الآسيوية من الدبب الروسية بسبب التنمر عليها وهي مهددة بالانقراض. هو في هيك منظمة أصلا بالعالم؟ لا يا استاذي، معقول عم كذب عليك أنا استاذي؟ لا عسلامتك حبيب قلبي. نتبرع، وين المشكلة؟ نتبرع يعني. ممكن اسمك؟ اسمي سجل. أيهم أيهم أيهم. ممكن اسم العائلة استاذي؟ مو كأنه خصوصية شوي هيك؟ استاذي والله مو بإيدي، يعني سيستم التبرع بيلزمني إني حط اسمك واسم العائلة. طب يا سيدي، أيهم نمر. أيهم نمر، والنعم استاذي. تفضل. استاذي ممكن رقم تليفونك؟ لا هيك كتير، مو ناقص غير تقول لي تعطيني عنوان بيتك كمان. احنا فعليا جايين لهذا الموضوع بعدين. ممكن تحاسبني وامشي لأني مستعجل؟ استاذي الآن بكلامك هذا ساهمت بقتل 3 دبب آسيوية. حبيبي بتتذكر لما سألتني إذا بدي أتبرع ولا لا؟ بطلت. لا أستاذي، أنت كيف حتحط راسك على المخدة وتنام مرتاح؟ أنا مجرم، أنا ضميري ميت، تمام؟ حاسبني وخليني أمشي. بس يا أستاذي. لا لا. سابق 52 ليرة أستاذي. شكرا. تفضل. شكرا أستاذي، معك ليرتين؟ الحساب 52 ليرة وأنا عطيته 100 وطلب ليرتين زيادة. هذا معناها نصاب. نصاب بالروا. هدي عيني. عينك بده يربح ليرتين من ورا ظهري أنا. هو طلب ليرتين زيادة مشان يرجع 50 صحيحة بس، مو أكتر. ما فهمت شي من كل اللي حكيته، خليني أرجع أكمل نوتي أحسن شي. تفضل. شكرا أستاذي. نصاب. عفوا، قديش الحساب؟ أستاذي قبل الحساب، شو رأيك ضف لك هالمنتج؟ شو هاد؟ أنا شخصياً ما بعرف، ما دقته بعمري، بس فخامة مكانه جنب البياع تكفي. حاسبني وخليني أمشي. يعني أحسب لك يا؟ لا شكراً. أستاذي هذا المنتج جنب البياع، بتعرف شو يعني جنب البياع؟ ما بدي أعرف ولا أعرف، 60 عمري ما أعرف. أستاذي المنصب جنب البياع تسعى له كل المنتجات. حاسبني! تمام أستاذي.